منورني هنا في الاستوديو الاستاذ كريم فوده. وعايز اقول لكم كريم عنده 25 سنه بس، يعني صغير. ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. واللي انتوا عاملينه بقى كله مجموعه الشباب دي كلكم صغيرين كده؟ يعني لا، مختلف الاعمار، في ناس كبيره جدا في السن وفي ناس شباب. مين اللي ابتدى الموضوع؟ الموضوع ابتدى ببوست ظريف على الفيسبوك. كان البوست ده لمؤسس مدحت مجدي. البوست كان عباره عن ان احنا عايزين نعمل شوربه عدس سخنه ننزل نوزعها 12 الساعه 12 بالليل على شتاء. في الشتاء، كان شتاء، كان الجو برد ساعتها. بالزبط. اكيد كان مبادره ساعتها قوات مكافحه البرد. الله. ننزل نعمل وجبات عدس سخنه وننزل نوزعها على الناس المشردين في الشوارع اللي بيباتوا في الشوارع. الموضوع كان 20 وجبه، 30 وجبه، 40 وجبه، الموضوع يزيد معانا. طيب بدا يكتب بوستات عايزين عربيات توزع. ابتدى يبقى في متطوعين، ابتدت الناس تهتم بالفكره. اللي كبر الفكره المتطوعين اللي حبوا الفكره. الشباب بقى اللي معاكم المتطوعين. ان الشباب دي بتتطوع بمجهود ولا بمجهود وفلوس؟ لا طبعا، كل شاب معانا مجهود وفلوس، وكمان بيجيب صحابه معاه، يعني اكيد مفيش حد هيبقى مجهود. المطبخ ده فين اللي احنا شفناه ده؟ فين المطبخ؟ في الزقازيق. شارع القوميه. شارع طول بعويضه. طيب بالزبط. وكل اللي بيطبخوا فيه وبيعملوا باكينج بيحطوا الاكل كله متطوعين. متطوعين. طب بتوزعوا على مين بقى؟ على مين دلوقتي بقى؟ انتوا دلوقتي وصلتوا لكام وجبه في اليوم؟ احنا بنعمل من 1200 ل 1500 وجبه يوميا. ده كتير قوي. تمام، بسم الله ما شاء الله. يعني تمام. بتوزعهم على مين ال 1200 و 1500 وجبه دول؟ ال 1200 وجبه دول احنا عاملين استكشافات على ناس معينه. الناس ال 90% من الوجبات دي بتروح لناس صايمين محتاجين. الناس اللي اكلها طول السنه ممكن يبقى عيش وجبنه. اللي هم ما بيخش لهمش اللحوم. يعني برضه وهيتعفف، مش هينزل يطلب من حد، او مش هينزل يقعد على مائده. مش هينزل يدور على حاجه. هيتكسف. لا، هو الفكره ان احنا بنوصل الاكل لغايه بيت الناس دي. هي دي فكرتنا، عشان ما تخرجوهمش. بالظبط. ما ينزلش هو يطلب. بطريقه ادميه. توصلهم لحد البيت. لحد البيت عشان ما تجرحوش كرامته. بالظبط. 90% من الوجبات، 10% من الوجبات بيبقى افطار عام، يعني بافطار صائم عام. مائدة رحمن يعني؟ مش الفكره دي مثلا، بس بيبقى مثلا غني فقير في مش محتاج. بس 90% عندي من الوجبات اللي محتاجين. طب شفت كده موقف مره اثر فيك جامد، يعني حسيت ان انت بتعمل حاجه كويسه؟ في مره قللنا الوجبات. لقينا اطفال بتعيط. يعني ناس زعلانه ان احنا قللنا الوجبات. وفي بدايه رمضان ليه؟ ان الوجبات مش واصله كامله مثلا. عايزين ياكلوا. بالظبط. عايزين الاكل ده. مش فكره جعانين، فكره ان احنا التارجت بتاعنا احنا بنعمل وجبه متكامله زي ما بناكلها بروتين بيتنا. وكربوهيدرات وخضار. بالظبط. وعصير وحلويات كمان. وبعدين كل يوم بنعمل حاجه جديده، مره مثلا كبسه، مره رز بسمتي بالخلطه، مره مكرونه بشاميل، مره جلاش باللحمه. فالاطفال لما بتلاقي حاجه ناقصه بتعيط. ما هي دي حاجات بالنسبه لهم ما بشوفهاش طول السنه، فبالنسبه لهم بيستنوها. يعني في بدايه رمضان انا سمعتها من طفله بتقول لي والدتها يعني اخيرا هناكل اكل كويس. فكلمه زي دي تخليك تبقى عندك الدافع انك تكملي. طب ما فكرتوش ان انتوا تعملوا كده مثلا طول السنه؟ يعني ادام انتوا بتعرفوا احنا ان فعلا شغالين. انتوا مش بيجي لكم بقى، يعني انتوا بتطلبوا على الصفحه بتاعتكم محتاجين رز، محتاجين مكرونه، محتاجين بروتين، وبيجي لكم صح؟ طبعا. طب ما تعملوا ده طول السنه وربنا. طب ما احنا اوريدي اصلا شغالين طول السنه، يومين في الاسبوع، اثنين وخميس. كل يوم في اليومين دول بنطلع 200 وجبه. بنكتب قبلها برضو طلباتنا من رز او لحوم ومستلزماتها كلها. هل بتقوموا بمساعده اخرى غير الاكل؟ يعني بتعملوا حاجات تانية؟ هو احنا مجموعه اصلا صحاب شغالين في العمل الخيري بقالنا فتره، يعني بناخد حالات. بس انتوا مش جمعيه، انتوا مبادره. لا لا، احنا مبادره. مش فلوس من حد. لحد النهارده مبادره. برافو عليكم. بس ماشيين في اجراءات تاسيس جمعيه ان شاء الله. طيب ما علينا. مؤسسه. ايه الحاجات التانيه اللي بتقدروا تساعدوا فيها؟ مثلا جهاز عرايس، انا عارفه انتوا بتجهزوا عرايس. بالظبط. ممكن جهاز عرايس. طلعتوا غارمات. بالظبط. عرايس، غارمات، ممكن كروت قرض حسن، ممكن حالات ادويه وكشوفات. طبعا ده كله ده اللي عرفنا على بعض اصلا. اشتغلوا ايه بقى بره؟ يعني ده دي حاجه خير انتوا بتعملوها في حياتكم، اكيد ليكوا اشغال تانيه بتعملوها. اشتغل ايه؟ انا عندي شركه مقاولات وديكورات. ده انت وبقيت اصدقائك بيشتغلوا برضه؟ طبعا. يعني ده مش شغلكم الاساسي، يعني ده انتوا بتعملوه خير. بالظبط. لكن انتوا كل واحد ليه اعماله الثانيه. بالظبط. كل واحد لينا مننا عنده بيزنس الخاص بيه. ده حاجه بجد تفرح، وانا مبسوطه بيكم قوي، وربنا يكتر من امثالكم. احنا جينا بس حبينا نجيبكم النهارده عشان نقول لكم شكرا. بجد.
وكملوا بقى على كده، ويا ريت يبقى طول قدام الاطفال بتضايق ولدرجه انه بتعيط. احنا عرفنا ان كل محافظه في مصر كلها يبقى فيها المبادره بتاعتنا، كل محافظه. على فكره احنا جبنا هنا عندنا كم من المبادرات اللي مع ضد الجوع وناس كتير جدا جدا، يعني في خير كتير في البلد دي. بس انا حابه لو انتم مثلا بتشتغلوا طول السنه يومين في الاسبوع، خلوها خمسه، خلوها سبعه، هتلاقي الخير قدام الناس حابه، وحرام بيجوا ياكلوا يعني. اكيد والله باذن الله ان شاء الله. احنا هدفنا اكبر من كده بكتير، احنا هدفنا نعمل مطعم مفتوح 24 ساعه 365 يوم في السنه. احنا بنشكرك جدا، نورتنا جدا، واحنا متابعين معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا راجع لكم بعد الفاصل عشان اخد اتصالاتكم، استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. يلا بعد الفاصل